اهلا بحضراتكم من جديد، وما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي حريص على اشاعه هذه الروح الرياضيه واحترام المنافسين، لانه جزء كبير جدا من احترامك لنفسك احترامك للمنافس بتاعك، ولما تكون عندك هذا القدر من هذا الوعي الرياضي يبقى ما تخافش على الاهلي بجد في رسالته اللي الكابتن احمد شوبير يمكن تحدث باهتمام عن اهتمام الكابتن محمود الخطيب بظروف الكابتن اشرف قاسم. نشوف المعاني اللي رصدها الكابتن شوبير. كابتن محمود الخطيب قام بزيارة للكابتن أشرف قاسم نجم نادي الزمالك ونجم منتخبنا الوطني السابق. زيارة بتحمل أكثر من معنى وأكثر من مغزى ومليون رسالة. مليون رسالة محترمة من كابتن محترم ومن قائد محترم ومن رئيس نادي محترم بيروح يزور كابتن النادي المنافس. ودايما بقول لكم المنافسة بتنحصر في التسعين دقيقة اللي في الملعب. كنا كده لحد وقت مش بعيد قوي، لكن بقى انا فتره برضو مش قليله قوي، يعني من ساعه ما دخلوا، يعني دخلت العناصر المثيره الى المجال، وللاسف الشديد بقى عندنا نوع من الهرج والمرج وعدم الانضباط داخل ملاعبنا الكرويه وداخل اداراتنا الكرويه. فمحمود الخطيب او كابتن محمود الخطيب النهارده بيدي مش رساله واحده، بيدي كل الرسائل، رساله احترام، رساله تنافس شريف، رساله محبه، رساله صداقه. يعني صداقه، واحنا من يعني طرفين متحاربين؟ ده واحد بيلبس فانيلا حمراء واحد بيلبس فانيلا بيضاء. فعجبتني جدا فكره زياره الكابتن محمود الخطيب للكابتن اشرف قاسم. اللي بيقوله الكابتن أحمد شوبير هو ما نؤمن به وما يؤمن به قيادات النادي الأهلي وما نسعى إليه جميعا. أنا بتفرج أستاذ إبراهيم على ألعاب القوة بالليل، أروح أحب كده بيجيبوا ساعات الدوري الماسي والحاجات دي، وبشوف مثلا مسابقات ألعاب القوة في المئة متر، أبص ألاقي إيه كل اللعيبة واقفة في الستارت عايزة تكسب، يقوم يجروا واحد منهم يكسب، مين اللي بيهنيه؟ يجري على اللي وراه، ايوه ياخدوه بحب كده ويحتووه في الوسم، اللي بيكسب زمايله اللي بيهنوه اللي هو بيتنافس معاهم. فده بيعمل ايه؟ بيعمل اولا بيفهمنا ان هو دي الرياضه، المتعه تاتي من التنافس مش من التناحر. ايوه. نمره اتنين الغضاضه، انت هتكسبني النهارده هحاول اكسبك بكره بالظبط، وزي ما هنتك النهارده هتهنيني. طب انا لو نفسنت عليك يبقى انا بلعب مشدود وانت بتلعب مشدود، وزي ما هعمل فيك هتعمل فيا. المعنى الرياضي جميل، الرياضه فيها نبل، ما فيهاش الوحشيه اللي بيتبان عليها في ردود افعال بعض الناس. تعالوا كلنا نبني على الكويس عشان نستمتع بهذا المعنى الجميل جدا في ممارسة الرياضة. ويمكن دي رسالة الأمل اللي صادرة من الألم نفسه، إن يبقى في أمل في الإصلاح جاي من إزاي بنقدر نتعامل مع بعض في لحظات الألم. اهتمام النادي الأهلي بالكابتن أشرف قاسم ما نساهوش أيضا الكابتن محمود الخطيب يهتم بمؤمن زكريا اللي بيمر بنفس الظروف، واللي الكابتن عادل مصطفى في برنامجه الناجح جدا الحياة واللي بيقدم تجربة جيدة جدا تحدث عن مؤمن زكريا. نشوف دي صوره زياره كابتن خطيب لمؤمن زكريا، ودي حاجه مش جديده طبعا على كابتن خطيب تماما، راجل اسطوره رياضيه واسطوره في الادب والاخلاق ودايما ما بتفوش الحاجات دي، ودعم في وقت يعني مهم جدا لمؤمن، وحاجه يعني من الحاجات اللي احنا دي الدروس اللي النادي الاهلي بيديها لكل الناس، دي الدروس ان الاهلي بيشتغل او الناس اللي جوه النادي الاهلي حابه بعض وبتعرف تتكلم امتى وبتعرف تروح تعمل مواقف امتى. دي حاجه مش جديده على كابتن خطيب، كابتن خطيب دايما في المواقف الصعبه موجود في وسط اللعيبه وفي وسط الجهاز وفي وسط بيته، يعني هو في الاول وفي الاخر حتى تصحى كابتن خطيب في اي وقت يقول لك انا النادي الاهلي ليه فضل كبير عليا، كلنا النادي الاهلي ليه فضل كبير عليه، وبندعي المؤمن ربنا يشفيه ويعافيه ويرجع لنا ان شاء الله ينور الملاعب تاني. وكمان كان في زياره لكابتن خطيب لكابتن اشرف قاسم، ودي برضو تقول لك ان مش ان دي هي دي الروح واحد من اساطير الكوره في مصر بيزور كابتن اشرف قاسم، الراجل المنافس بتاعه
لعيب نادي الزمالك، ولكن في الاوقات دي ما فيهاش منافسه، احنا كلنا واحد. وانا يعني اكرر تهنئه الاستاذ ابراهيم للكابتن عادل مصطفى بهذا البرنامج، واحد من الناس الوقوره المحترمه اللي رايها موزون. برضو بندعم كل كلمه بتتقال. مين يكره اشاعه الحب والسلام والتكافل؟ مين غير الناس اللي من جواها سواد؟ صدقوني دي صور بالملايين، دي صور قيمتها غاليه جدا، ده مش كلامي ولا تسعيرتي، دي تسعيره الزميل العزيز سيف زاهر. نشوف اما تكون الصوره دي قدامنا على شاشه، الصوره اللي قدامنا دي، الصوره دي ما نقفش عندها ونتعلم منها حاجه؟ الصوره دي ما نقفش عندها ونتعلم منها ان احنا بنضيع وقت، وان احنا مش فاهمين اصل الشغلانه، مش فاهمين والله، احنا بنضيع وقت. لكن صوره زي كده تعمل شير بملايين، تعمل تعليقات، ونفهم منها رساله، ونفهم منها علاقه نجوم الاهلي بنجوم الزمالك، ونفهم منها الرياضه دي هدفها ايه، والوسط الرياضي عندنا في مصر عامل ازاي. مش موضوعنا، مش ده اللي يعمل معانا اللقطه الحلوه. الصور دي تسوى ملايين الدنيا. والحقيقه كابتن محمود الخطيب دائما وابدا انسان، ما عنديش تعليق اكتر من كده، هو عنده الانسانيات حاجه مهمه، وهي دي الرساله بتاعت الرياضه. فلتكن هذه ايضا رسالتنا جميعا كاعلاميين، تعالوا بقى نحط ايدنا في ايد بعض، ما تيجوا نجرب يا جماعه، ما تيجوا نجرب كلنا نشيع الحب، نشيع السلام، نقلل التحفيل، نقفل السكه دي، ندور على اعلام يعلم الناس حاجه ويفهمها حاجه، مش يمشي على الشباك عايز كده. تعالوا كلنا المعاني الجميله اللي عمالين نشوفها من الزملاء، تعالوا كل واحد فينا وفيهم يؤكد على هذا ويتبنى ويعتبرها قضيته في المشوار القادم. صدقوني هيحصل صلاح لهذا المجتمع. انت في الاخر عايز تبني شخصيه سليمه للمواطن، ما تبنيهاش من خلال الغيظ والتحفيل والمكايده، لا، خليها في المعاني الرياضيه السليمه. تبص تلاقي هذا المجتمع واولادنا الصغيرين اللي طالعين، تعالوا نعتبرها رسالتنا عشان ربنا يأجرنا جميعا.